معكم نبيل بريكو تولز. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضر لكم على واحد المجموعه من البروموسيون اللي غادي تستمر بحول الله الى نهايه السنه. في الفيديوهات القادمه غادي نطرقوا لمجموعه اخرى من التخفيضات. في هذه الفتره اللي كيكون فيها الحال بارد وخاصه في الحمام واللي كنحتاجوا للتدفئه ديالو، هادو واحد المجموعه ديال لي رادياتور سيش سيرفيت الكتريك اللي كنستعملوهم لتنشيف الفوطات والملابس الداخليه وكذلك الحمام الا عرفنا كيفاش نستعملوهم، لانه بالنسبه للحمام اللي عنده مساحه ديال 4 متر كاري فما اقل كنصحوا بهاد لي رادياتور اللي كيستهلكوا 500 واط، الطول ديالهم 90 سنتيمتر على 50 اللي كافيه باش تعطينا واحد الدفء اللي هو ملائم، بشرط نتاكدوا من ان الحمام كيبقى مسدود وما نساوش الفوطات والملابس الداخليه منشورين فوق هاد لي رادياتور لمده طويله. بالنسبه للناس اللي عندهم واحد المساحه اللي هي 6 متر كاري فما اقل، كنصحوهم باش يستعملوا هاد لي رادياتور سيش سيرفيت، ولكن كاين واحد ديمونسيون اخرى اللي هي طويله شويه، متر 20 على 50. بالنسبه للثمن، الثمن ديال هاد الرادياتور مثلا في البيض كانت ب 1400 درهم، دابا ولات 1290 درهم، يعني كاين بروموسيون في الثمن. بالنسبه للكرومي الثمن ديالها كان ب 1980، دابا ولا 1750 درهم. بالنسبه للناس اللي عندهم واحد المساحه ديال الحمام اللي كبيره ما كيكفيهمش هاد لي رادياتور سيش سيرفيت، كنصحوهم باش يزيدوا ان سوفلون، رادياتور سوفلون هو هذا مثلا اللي الثمن ديالو كيدير 750 درهم. هادو واحد المجموعه ديال لي بلافونيي اللي فيهم ليكيداسيون على حسب لو ستوك اللي هو ديسپونيبل. كاين هادو اللي هي بلون بلاستيك 19 درهم، هادي 22 درهم، كاين هادو دي زابليك اللي كانوا كيديروا 40 درهم دابا كيديروا 25 درهم، كاين هادو دي بلافوني اللي كانوا ب 120 ولاو كيديروا 70 درهم، كاين هادي كانت كدير 140 دابا كدير 70. بالنسبه للكويزين كان هاد لي بلافوني اللي كانوا كيديروا 150 دابا كيديروا 98 درهم، كاين هادو اللي كيديروا 20 درهم، كاين مجموعه اخرى غادي نعلموا عليها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. هذه واحد المجموعه ديال ليكيداسيون اللي كتهم هذا النوع ديال المنتوجات، كاين ليكيداسيون توتال. مثلا هذا صابون ديال الماكينه اللي فيه 3 يترو ليكيد اللي بالالويفيرا، لا فورميل فيها الالويفيرا وكتحافظ على الحوايج يعني ما كتكرفصهمش. الثمن ديالو جد جد مناسب اللي هو 45 يترو، 45 درهم 3 يترو. كاين هذا ان ديغريسون، ان ديغريسون بالحامض اللي كتعرفوا ديغريسون كيصلح للكوزينه، المسيح نيتواياج ديال اليدام، وكيصلح حتى كيحيد لي طاش من الحوايج، ونقدر نمسحو به حتى لي روبيني وحتى لي نوكس كذلك. وهذا سي ان برودوي ديال فينيسيون ملمع اللي كنسميوه ملتي اوزاج في ان ليتر، عفوا هذا كيدير 20 درهم بالنسبه ليترو، الكونديسيون مورا في ان ليتر ماشي ان ليتر موان كار، ان ليتر هذا كذلك في ان ليتر ملتي اوزاج يعني بور لا فينيسيون، بالنسبه لا فينيسيون ديال العود ولا ديال الدجاج الالومنيوم عنده استعمالات مختلفه كيلمع كيدير 15 درهم ليترو. بالنسبه للجديد كاين هاد لي بورتمونطو بالنسبه للدراري الصغار، كيف كتشوفوا لي شومبر ديال الدراري الصغار ولا ديال لي زادولت، كاين فيهم لوينات، كاين هذا الروز، كاين تركوا، كاين الابيض، كاين لوينات اخرى. كاين هاد لي بورتمونطو دو لوكس، هادو كيديروا 23 درهم، هادو دي بورتمونطو دو لوكس كيديروا 55 درهم. كاين هادو حتى هما دي بورتمونطو تقال ودو كاليتي كيديروا 40 درهم. كاين هاد لي كوفر فور اللي كانوا كيديروا 420 درهم دابا تيديروا 350 درهم، فيهم لوينات، فيهم البيج الاحمر الكحل الاصفر والبيض. بالنسبه للبابي بان كاين دي بروموسيون اللي كتعلق بواحد المجموعه كبيره ديال لي موديل، مثلا هادو هذا وهذا، هادو لي موديل دو لوكس اللي هما انتي سي و شي حاجه صحيحه بزاف.
لان دي موديل دو لوكس اللي كانوا كيوصلوا حتى ل 1200 درهم. دابا راه الثمن ديالهم كيفاري من 240 درهم حتى ل 490، ما كيتجاوزش 500 درهم. الغالي فيهم ما كيتجاوزش 500 درهم. كاين مجموعه كبيره، كاين هذا، كاين مثلا هذا، كاين هذا، كاين هذا الموديل، كاين بزاف ديال لي موديل ما بغاش نطول عليكم. كاين هذا مثلا، كاين هذا، باش نختم كنتمنى انكم تلايكوا لاباج ديال بريكو تولز فيسبوك، والى اللقاء قادم، والى فيديو قادم ان شاء الله.